مرحبا. بفن نيوز عم نواكب دائما تطورات الاعمال الفنيه وخصوصا السوريه، ان كان عن مسلسلات جديده عم تتحضر لتكون ضمن السباق الرمضاني ل 2022، وحكينا كمان من قبل عن انضمام فنانين وانسحاب بعضهم من الاعمال يلي عم تتحضر. نزلي رواس بعد ما كشفنا من فتره عن انضمامها لمسلسل حاره القبه، وصلتنا اخبار جديده بتقول انها اعتذرت عن المشاركه فيه، والسبب حسب هالاخبار انها ما توصلت لاتفاق مادي مع الشركه المنتجه، طبعا بالرغم من انه كان مقرر تكون احد بطلات الجزء الجديد بشخصيه جديده كليا. لكن شو بيصير بعدين؟ وهل ممكن يوصلوا لاتفاق؟ هاد يلي رح نعرفه مع الايام، واكيد نحن رح نخبركم التفاصيل. حاره القبه لحد الان انضم له 3 ممثلين جداد بشكل رسمي، هن امل عرفه، فراس ابراهيم، وفاتح سليمان، بينما اعتذر طلال مارديني ونزلي الرواس. اما المشاركين الاساسيين هن عباس النوري، سلافه معمار، فادي صباح، وخالد القيش. عم نشوف استمرار ردود فعل النجوم وتضامنهم مع لبنان وكل اللي عم يمرق فيه من ظروف قاسية حاليا. سبق وخبرتكم امبارح هبة عن اعتذار بعض الفنانين عن استلام جائزة الميركس دور، منهم نوال الزغبي، قصي خولي، ماجي بوغصن، دانيلا رحمة، وهلأ بلقيس، يلي أكدت أنه يلي منعها عن حضور الحفل هو الظروف العصيبة والمؤلمة يلي عم يعيشها لبنان والكثير من البلاد العربية الموجوعة، وتضامنت مع الضحايا والمتضررين بالأوطان على حد تعبيرها. وتوجهت بلقيس بالشكر للقائمين على الميركس دور والجمهور اللي اختارها كأفضل مطربة عربية خليجية. وعند سؤال بلقيس عن الفئة اللي رح تتكرم فيها لهالعام، طبعا كشفت انه القائمين على الجوائز خبروها انه التكريمات للسنه الحاليه ما رح تحمل اي مسميات، ورح تقتصر بس على اختيار عدد من المبدعين فنيا لسنه 2020 و2021 وتكريمهم. وبعد كل هالاعتذارات يلي صارت، لجنه ومؤسسي جائزه الميركس دور زاهي وفادي الحلو اصدروا بيان التالي: بعد الفاجعة الجديدة اللي صارت بوطننا لبنان، قررت لجنة الميركس دور إلغاء الحفل اللي كان مقرر أنه يقام الأربعاء 18 آب الجاري لموعد يحدد لاحقاً تبعاً للظروف. على انستغرام نشرت الممثلة المصرية ياسمين صبري صور جديدة إلها وظهرت وهي ماسكة بفستانة بطريقة وكأنها عم بتحاول تخفي فيها بطنها أو حتى شكل جسمها. طريقة تصويرها هي خلت الجمهور يظن أنها حامل بطفلها الأول من زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وأنه بهالطريقة بتقدر تخفي الحمل عن متابعينا. لكن أغلب كومنتس الفولورز كانت عم تجزم بأنها حامل، خصوصا أنه من فترة نشرت ياسمين صور وظهرت وكأنها أنصح بالوزن من ما تعودنا عليها، خصوصا انه هي حدا كثير رياضي واغلب الوقت كانت تصور ستوريز وهي بالجيم. طبعا الصور يلي نشرتهم بالفتره الاخيره ووزنها يلي اعتبره البعض زايد عزز عند المتابعين فرضيه الحمل. ياسمين لحد هلا ما علقت ابدا على الموضوع اللي لسه ما حدا بيعرف اذا صح، لانه بعض الفولورز كمان اعتبروا انه الصور مو دليل قاطع على موضوع الحمل وممكن تكون مجرد طريقه جديده للتصوير. شاركت النجمه العالميه اريانا جراندي ستوري لمقطع فيديو من تيك توك ظهرت فيه سيلينا جوميز وهي عم بتغني احدى اغاني اريانا الاكثر شعبيه بريك اب وذ يور جي اف، وكتبت تعليقا بما معناه: ما اجملكم، عم تمزحوا معي، سيلينا بحبك. هالفيديو حمس المعجبين اللي اعادوا نشر الفيديو على صفحات السوشيال ميديا وخلاهم يسالوا اذا كان في اي عمل رح يجمع هالنجمتين. اما فنيا فحمست جراندي الجمهور من خلال مشاركتها لمقطع فيديو للاعلان عن المستشارين يلي رح يرافقوا مدربين برنامج ذا فويس خلال الموسم الجديد، وتم تشويش صور هالمستشارين وتغيير اصواتهم حتى ما يتم معرفتهم، وكتبت تعليق: مين باعتقادكم رح يكون المستشار الخاص بي؟ أخبارنا خلصت لليوم، لاقونا بكرة بأخبار جديدة مع هبة، تبقوا بألف خير، باي.